اكيد العباد كل سمعت بحكايه لي دوغرافور اللي تشدوا تاكيو معناها في قابس واللي تقدمت بهم قضيه معناها قضيه نتاع راي. انا واحد منهم، انا اسامه بوعجيل، انا وصديقي شاهين بريش معناها نصوم دوغرافور في جروب ارتستيك كي جروب زوابل. شدنا الحاكم تاكيو في قابس، عملوا لنا محضر، قالوا لنا هذا محضر ارشاد معناها باش ناخذ عليكم بيانات توضيحيه، ما عندوش حتى تتبعات معناها عدليه. هذه الحادثه كل صارت نهار السبت، نهار الاثنين معناها صار المحضر اللي كنت نحكي لكم عليه، نهار الثلاثاء عيطوا للصديق شاهين بريش وعدوا على كل الجمهوريه وقدموا بين قضينا 5 ديسمبر. التهم المتوجهه فيها هي نشر اخبار زائفه مشان تعكير صفو نظام العام، خرق حال الطوارئ، والكتاب على عقارات عموميه دون رخصه. في التهم هذوما ثلاث. بالنسبه للكتاب على عقارات عموميه دون رخصه، احنا مانيش نكتبوا، احنا نصور ونمارسوا في الفن اللي هو جرافيتي. اثنين، كي تقول لي انت خرق حال الطوارئ، احنا وقت اللي قاعدين نعمل في الجرافيتي نتاعنا بحذانا عرس والعباد ماشيه جاي. ثلاثه، وقت اللي تقول لي انت نشر اخبار زائفه مشان تعكير صفو النظام العام، احنا الجرافيتي نتاعنا اللي عملناه هي الشعب يريد حق الزوالي. لان درا اليوم اللي يتكلم على حال على حاله هو، على حال البلاد المزمر هذي، ترسيله في قضيه راي. اليوم نتوجه للعباد الكل شي ساندون، ساندو حريه التعبير، خاطر هذا مش كومبان تاعنا نحن برك، هذا كومبان تاع الناس الكل. وتحيه تونس.